أحسن الله إليكم. تفضل يا أخي إبراهيم معنا على الخط أيضا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ عبد الكريم. الله يحييك، معك الشيخ صالح، تفضل. تفضل سؤالك. سؤالي للشيخ صالح. السلام عليكم يا شيخ صالح. السلام ورحمة الله. سؤالك إبراهيم. حاجات يا شيخ صالح الله يحييك عن والدي ووالدتي، وهم مرضى لا يستطيعون يخشوا دورة المياه وانت بكرامة. البول والبراز مطلوب عليهم وانت بكرامة، ما يستطيعون أصلا يخشوا الحمام إلا بمساعدة. فحاجات عن والدتي في سنة، وحاجات عن والدي في سنة، وما زالوا لحد الآن على وضعهم. لكن هم ما حجوا اولا، هم على كده الحياه. اقول ما حجوا من قبل؟ لا ما حجوا من قبل يا شيخ صالح، ما حجوا من قبل ولا يستطيعوا الحج. ليه؟ ما يستطيعوا لا ماديا ولا جسديا. ما عليهم حج اذا. الحمد لله. اذا كانوا ما يستطيعون ماديا فهم ما عليهم حج، اما جسديا فيحج بهم محمولين يا اخي. الحمد لله. وهو حج عنهم سنة، الولد سنة والأم سنة. ما أدري عن حالته. نعم. بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ.